بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم رح نبدأ درسنا الثاني، وراح يكون في إكمال لموضوعنا الأول. تحدثنا مسبقا عن كيفية كتابة عن مكونات برنامج. بقي نتحدث عن موضوع التعليق أو الكومنت. طبعا الكومنت، نفترض مثلا كتبت برنامج كبير وواحد غيري مبرمج مثلا اضطر يعدل عليه، فإذا كان البرنامج كبير فهو مش رح يعرف وين يعدل إلا إن كنت حاط له مثلا تعليق إنه هذا الأمر لكذا وهذا الأمر لكذا. فهاي الكومنت أو التعليقات هذه مفيدة بحيث إنها توضح له كيف البرنامج انعمل. طبعا عندنا في نوعين من التعليقات، في سينجل لاين اللي هي سطر واحد، بتكون أول ما تبلش دبل داش بنكتب بعدها التعليق، أو إذا كانت مالتي لاين كومنت أكثر من سطر، سطرين وأكثر، وقتها بنحط داش بعدها نجمة وبنكتب الكومنت، وفي آخر كلمة بنحط عنا نجمة وداش بهذا الشكل. طبعا الكومبايلر بمر عنها وما بقراها بالمرة. لقيت نتحدث عن المتغيرات وأنواع البيانات اللي تخزن فيها. عارفين أكيد إنه في حال بدي أستخدم متغير لازم أحدد له اسم ونوع البيانات اللي بتتخزن فيه. جميع المتغيرات بتتعرف قبل استخدامها في البرنامج. في حال استخدمتها بدون ما أكون معرفها راح يعطيني سينتاكس ايرور. إمكاني أحط تعريف المتغير في أي مكان بدي إياه في البرنامج، لكن بشرط إنه يكون قبل أول استخدام إله، ويستحسن يكون موجود في أول برنامج. متغيرات إذا كان أكثر من واحد وإلهم نفس النوع فبإمكاني أعرفهم بسطر واحد وأفصل بيناتهم فاصلة. مثال هي عندي هون int a b c، ف a بياخد قيمة صحيحة لـ integer راح أتحدث عنها لاحقا، و b كذلك و c كذلك. data type أنواع البيانات. عارفين في الرياضيات عندنا الأعداد لها أقسام، في أعداد صحيحة وفي أعداد كسرية وفي أعداد حقيقية وفي أعداد ما إلى ذلك. فكذلك عندنا في السي بلس بلس في أنواع من البيانات. طبعا شفت إنه يكون أكثر من نوع من البيانات. أول إشي عشان المترجم الكومبايلر يحدد كم بدها سعة من الذاكرة، ثاني إشي عشان يعرف كيف يتعامل معها. وفي عنا نوعين من البيانات اللي راح نخزنها، في نوع موجود في السي بلس بلس مضمون داخلها، وفي نوع احنا بنحدده او بنعرفه، هذا راح نتحدث عنه لاحقا. اول نوع عنا الانتجر اللي هو عدد صحيح. طبعا هذه القيم بتكون فقط هي اعداد صحيحه موجبه او سالبه، الفاصل غير مسموح فيها. لما اجي اعرفها بتكون بهاي الصيغه انت نمبر. النمبر هو المتغير، فامكاني مثلا انت a انت b. إذا لو كتبنا int a ف a بيكون متغير قادر على استيعاب أعداد صحيحة موجبة أو سالبة، وكذلك الأمر بالنسبة لو كان b. نفترض طلبنا منه يخزن عدد مش صحيح، يعني خزننا مثلا عدد فيه فاصلة عشرية مثلا 3 و 9، وقتها شو راح يصير؟ راح يهمل كل شيء قبل الفاصلة وراح ياخد الثلاث اللي بعد الفاصلة. مثلا 3 عندنا هون هي اللي بعد الفاصلة فراح ياخذها. اي شيء قبل الفاصلة عندنا اللي 9 بالعشرة وما الى ذلك ما راح ياخده وما بيقرب. اهم نقطة انه ما بيقرب without rounding. سعته طبعا في حال كان short بيكون باخذ 2 بايت من الذاكرة، اذا كان long بياخذ 4 بايت. وفي عندنا كمان نوع اللي بيجي signed بياخذ اشارة بيخزنها مع العدد، وفي unsigned ما بياخذ الاشارة مع العدد، فقد هون بيخزن في unsigned عدد موجب ما بيخزن سالبة لأنه ما بياخذ إشارة معه. طبعا عندنا النمط الطبيعي في تخزين الأعداد الصحيحة بيختلف من مترجم لآخر ومن نظام تشغيل لآخر. فمثلا في حال كان الكومبايلر أو المترجم له فيجوال سي بلس بلس ومشغل على بيئة ويندوز، فساعتها لو كتبنا int a راح يعامله هون signed long اي مع اشارته ويخزنه النوع لونج وعدد صحيح كذلك. لكن لو كان مكتوب على الدوس وبلغه تيربو سي بلس بلس، اي كان كومبايلر من نوع تيربو سي بلس بلس، فوقتها راح يخزنه على اساس انه signed short integer. طبعا كذلك ننساش
انه من الخطأ اني اكتب مثلا int short long نفس الوقت، لكن يجب علي احدد يا short يا long. وكذلك ممنوع اني اكتب signed و unsigned نفس الوقت، بيعطيني برضو خطأ وممنوع. لكن اذا كتبت short signed short signed ما في مشكلة، صحيح، او short unsigned. لكن لاحظ اذا كان مثلا short و long مع بعض يجتمعوا غلط، و signed و unsigned يجتمعوا مع بعض غلط في نفس المتغير. ننتقل للنوع التالي اللي هو float. float هذا الداتا تايب او نوع البيانات هذا بيخزن اعداد صحيحة او عشرية او مضروبة في عشرة قوة شيء. float لو نوع البيانات float قادر على تخزين اعداد عشرية لحد ست خانات عشرية. طيب شو اللي راح يصير لو خزننا اكثر من ست خانات عشرية؟ راح يقربها. طبعا عندنا بامكاننا نخزن فيه اعداد موجبة او سالبة، ما في مشكلة. الصيغة العامة له بنكتب float a، وحكينا هون a هي متغير قادر على استيعاب داتا تايب النوع float اي اعداد عشرية او اعداد صحيحة او اعداد مضروبة في عشرة قوة شيء. والسعة اللي بتاخذها من الذاكرة هي 4 بايتس. كذلك في ملاحظة هامة، القوة العشرية يعني عشرة قوة شيء لا يجب ان تكون موجبة. فمثلا عندي عشرة قوة 2.2 خطأ، لكن لو كانت عشرة قوة 2 ما في مشكلة بتكون صحيحة. أمثلة على الأعداد اللي بالنوع اللي قادر على استيعابها من نوع float، مثلا 1 2.5 5 × 10 قوة 2 123 بالألف. في عنا نوع float نفس نوع double نفس float لكن قدرة استيعابية أكبر، والصيغة العامة له double A. السايز تبعه أكبر طبعا من float لأنه قدرته الاستيعابية أكبر، فبيكون سعته 8 بايتس. عندنا في الكاركتر نوع data type، نوع البيانات data type character. data type character سعتها أول إشي 1 بايت تأخذ من الذاكرة، ممكن نخزن فيها أي رمز بدنا إياه، سواء كان حرف أو رقم أو رمز ما في مشكلة. الصيغة العامة إلها بين كاركتر A، كار A A إذن هي حكينا هون هي متغير قادر على استوعاب داتا تايب من نوع كاركتر، أي كان يستوعب رموز سواء كان حرف أو رقم أو ما ذلك. لكن لاحظ بيستوعب رقم واحد أو حرف واحد أو رمز واحد. هلأ في عنا طريقتين عشان نخزن في هذا المتغير. في عنا إما من الكيبورد أو من خلال الكتابة في البرنامج. من الكيبورد بإمكاننا ندخل فقط كاركتر واحد أي رمز واحد، في حال دخلنا أكثر من كاركتر راح يخزن أول واحد وراح يهمل الباقي. في البرنامج فقط إمكان نخزن له كاركتر واحد، بنحط له كوتيشن ونحط الرمز وبعديها كوتيشن أخرى. لكن حطيت دبل كوتيشن راح يعطيني سينتاكس ايرور، او ان حطيت اكثر من رمز داخل الكوتيشن راح يعطيني برضو سينتاكس ايرور. هلا احنا بنعرف انه السي بلس بلس او الكمبيوتر بشكل عام هو ما بفهم كيف الرقم مخزن، لكن هو بياخذ قيمه اللي بمثلها الرقم. طبعا هون القيمه مثلها الرقم بلغه اسكي، فمثلا الكمبيوتر بفهم حرف A كابيتال انه رقم 65، وبفهم انه الحرف A small رقمه 97 وهكذا. اذا بقي لنا اخر نوع داتا تايب اللي هو بول او بوليان. بوليان اذا هي نوع من البيانات اللي هو بيستوعب اما قيمة true او false صح او خطأ. الحجم تبعها او size 1 بايت، السينتاكس تبعها بول A، حكينا A متغير من الحكي هذا حكينا مسبقا. ترو أي قيمة غير الصفر، أو ببساطة ممكن نحط كلمة ترو كيورد. أي شيء اسمه قيمة غير الصفر بنقصد فيها أعداد سواء كانت موجبة أو سالبة،
رموز أمثلة عليها، مثلا بول A تساوي hello، راح يأخذها هون على أساس إنها true لأنها قيمة غير الصفر. false هي مثلا كان حط صفر فقط أو كلمة false. عندنا البوليان لما نجي نطبعه على الشاشة، في حال كان true فقط بطبع لنا رقم واحد، ولكن إذا كان false بطبع لنا صفر. وهيك يكون خلصنا درسنا لهذا اليوم، آمل إن شاء الله يكون أفدناكم، إن شاء الله راح نكمل موضوعنا في الدرس القادم، وشكراً.